وهلا انا راح اروح اجهز لها الابره وانت جهز لي اياها. ماشي يا ابني. ماما احلى. شو بتعمل يا بابا انت؟ قاعد يوم بلون في الرسمه تاعتي. طيب اليوم في مدارس ولا فش؟ اليوم لا ما فيش علينا. طيب في برد بدك تعرف لك العيش برد بلاش يصير عندك نزله برد. ماشي؟ ماشي. هلقيت بديك مصروف. بابا ايش بدنا يا بابا مصروف. ماشي هي المصروف. ما تطلعوش برا في البرد، اشتروا فيهن وهاتوا تعالوا كلوا هنا في البيت. ماشي؟ ماشي. ما تطلعوش برا برد الدنيا برا. ماشي يلا سلام. في برد وريح، برد كثير صح يا تاج، بس والله نفسي اكل وريح الدنيا برد. يلا يلا يا تاج فين؟ يلا يمشي شكلك كبير فين؟ كثير صح يا تاج؟ صح يا تاج ذاك الشوكولاتة؟ والله يا تاج الدنيا برد وريح كثير، يلا نروح. يلا يا تاج. اسمع لك اسمع لك يلا يلا بسرعة وديك على بابا يلا. بابا بابا. والله يا تاج احنا بناكل قلت لها بدنا نروح صار ضلها تتصيح من بطنها؟ اه. طب لعبتوا في البرد برا في الريح انتم؟ اه لعبنا. عندها برد خلي الدكتورة تيجي تشوفها شلون. يا دكتورة والله بنت طالعة في البرد وبطنها مش حلو. ماشي ولا يهمك. ماشي يلا بس استنى. خلص يلا استنى. وهذه الدكتورة كانت تلعب يوم حتى برا في البرد. اه معناته صاير روحها نزلت برد عشانها كانت في البرد. ومين قال لك تطلع برا؟ ممنوع هلا تطلع برا لانه هذا سنة صغير. وهلا انا راح اروح اجهز لها الابره وانت جهز لي اياها. ماشي يا يلا جهز لك الابره. خلص خلص شكرا يا دكتورة.